تولت وحدات مختصة من الأمن والجيش ظهر اليوم تفجير سيارة مفخخة عثر عليها أمس قرب المنزل الذي تحصنت به المجموعة الإرهابية بمنطقة المنيسية بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد خلال مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 من أعوان الحرس الوطني. هذا المشهد لا يأتيكم من العراق بل من منطقة سيدي علي بن عون. الانفجار والدوي الهائل الذي تشاهدونه والذي أثر حتى على الصورة هو نتيجة لتفجير سيارة وجدت في المنزل الذي تحصنت فيه المجموعة الإرهابية. وحسب مصادر أمنية فإن وزن المتفجرات التي فخخت بها هذه السيارة يفوق 450 كيلوغراما. عملية التفجير التي أشرفت عليها قوات الأمن والحرس والجيش والتي أسفرت عن تدمير المنزل بالكامل طالت أيضا قنبلة يدوية، كما تم العثور في المنزل الذي تحصن به الإرهابيون على مخبر لصنع المتفجرات مخصص حسب مصدر أمني لتزويد مجموعات إرهابية أخرى ومنها ما استعمل في حادثة كبرلاط. المخزن احتوى على أكثر من طن من المتفجرات وعبوتين ناسفتين. يذكر أن صاحب هذا المنزل هو الآن قيد التحقيق.